أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل على عمق العلاقات والروابط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من نمو نحو آفاق أكثر شمولا بالاستناد إلى ما يجمع البلدين الصديقين من تاريخ يمتد لأكثر من 200 عام وأسس متينة من العمل المشترك، مشيرا سموه إلى الحرص المتواصل على تعزيز مسارات العلاقات على كافة الأصعدة وترسيخ دعائم التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم حفل سفارة المملكة المتحدة بمناسبة يوم ميلاد صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخلص تهانيهما وتبريكاتهما إلى جلالة الملك تشارلز الثالث وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. كما قدم سموه التهاني والتبريكات لجلالة الملك تشارلز الثالث بهذه المناسبة. أشار سموه إلى عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العائلتين الملكتين في مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده هذه العلاقات العريقة والمتميزة من تطور وازدهار مستمر في جميع المجالات تحقيقا لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين.